بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الثاني إحنا خلصنا الماتيريال وعملنا المشهد والإضاءة بشكل عام. بالدرس الثالث إن شاء الله رب العالمين هنشتغل على موضوع الكنبايات، عمل الكنباي، عمل مدرن كامل لها، الكنباي بأجزائها الإيدين والأرضية والمقاعد، من ثم راح تيجي عندي المخدات. هاي توب فيو للكنباي، وهي فرونت لإلها، هاي في عندي السايد، هاي في عندي بعض التفاصيل للكنباي نفسها، مشاهد أخرى لإلها. هاي بعض العناصر اللي إحنا رح نعمل لها مودرينج بالمشهد هاد. طيب خلينا نبلش بالمشهد. أول إشي رح أفتح ملف فوتوشوب جديد، فايل نيو 2000x2000 ريزوليوشن 120. أوكي، هنأخذ الصور اللي احنا كنا نزلناها، همسكها بالملف الجديد، اعملها سكيل، بكبس شيفت وبعمل دراج يعني سحب، بكبرها لحد ما توصل عندي تقريبا مسافة كبيرة من الشاشة، وسطها بحرك على الاسهم لحد ما تصير موجودة، اقدر اعطيها اوكي، وسطها هيك صارت موجودة. باجي على ذات المستطيل هون، كل الزيادات موجودة عندي، بحددها بختار عليها أمر ديليت. نفس الشي على الزيادات الموجودة هون، صار عندي هيك الكنباي موجودة عندي هون الفرونت فيو. نروح على التوب فيو نسحبه، نقدر قبل ما نعمل سكيلينج نتخلص من الزيادات هنا، هاي الزوائد دريت، هاي دريت، هاي هنا كمان، وهون هيك صار في عندي بس التوب فيو. بعملها روتيت سكيل، تقريبا صارت عندي. اهم اشي الكنباية الايد نفس حجم الايد، يعني هاي المنطقة مع بعض ماشيات وهاد ماشي مع هاد، عشان وانا برفع بالماتيريال يكون شغلي صح. هلا بخبي التوب، بعمل كنترول شيفت اس، سيف الصورة اي ان جي، بنفس الاشي العكس بصير عندي صورتين. هلا انا بالملف اللي عندي سيفت صورتين فرونت توب، باخذهم على الماكس، على ملف الماكس اللي عندي باخذ التوب فيو، بعمل بلين، البلين اللي عندي ابعاده نفس ابعاد تقريبا الكنباي، قرأت عنها 240 سنتي 95 سنتي. الارتفاع هي Alt Q، Alt زائد Q بيعطيني Isolation يعني عزل، Convert to Editable Poly برفعها حوالي 65 سنتي 66 سنتي، هو تقريبا ارتفاع الكنباك. هلا بحول هذا الشكل ل Editable Poly، بمسك الوجه الأول بروح عليه بهاي المنطقة، وهون بكون عندي تريك للشغل. الخدعة بتبلش من هون، هذا الوجه بدي اعطيه اسم وهذا الوجه بدي اعطيه اسم، بعديها امسك هون ماتيريال اسمه مالتي سب تكستشر او مالتي سب اوبجكت، ديسكارد ما بديش الماتيريال القديمة. الاسم الموجود عندي هون يعني هاي الماتيريال بتكون هون الها اسم، هو نفس الاسم الموجود هون، فلما اعمل هون ماتيريال تيجي على هذا الوجه، هون ماتيريال اسمها 2، بالتالي هذا الوجه اسمه 1، هذا الوجه بدي اسميه 2، فالماتيريال تبعته بدها تكون هاي. هون بدي احط هون ماتيريال، اجي امسك الكنباي، امسك التوب اللي انا عملته هلا كاوتش توب، اطفي هاي كاوتش توب، اعطيله اساين وبين. هلا بده تظبيط باليوفي ماب،
بختار القزمة، بعمل له روتيت 90 درجة، بدخله لجوا شوي صغيرة من هون بسكيل لبرا. هيك صارت جاي مناسبة. هلا برجع على الماتيريال الثانية اسمها 2، برجع بحكي لها فيري ماتيريال، اخذت الشكل هاي مباشرة. لو عملت لونها بنفسجي صارت بنفسجي، هي دليل انه لبست، بس على هذا الوجه برجع بحكي لها تعالي انتي للفرونت. الماتيريال بدها يو في ماب. اول ما حطيت معامل يو في ماب تاني عدل على الاول. طيب ليش؟ احنا بنيجي هنا بمسك الماتيريال الاولى اي دي 1، احذف اليو في ماب، ادخل على الصورة احكي لها ماب شانل انتي 1، اليو في ماب برضو 1، يعني انت اليو في ماب لهذا الوجه، اسمك 1 وانت اسمك 1. هنا بدخل على هاي، هاي اسمها هون 1، لا انا بدي اياك تكوني 1، بدي اياك تكوني 2، بالتالي بعمل يو في ماب جديد بدل ما يأثر هذا اليو في ماب. هلا ليش تغير؟ لانه اسمه 1، لا انا بدناش، بدنا اسمك 2، صار يغير بس هاي المنطقة. بدخل على الجزمة لإله، بلف الماتيريال 90 درجة، 90 درجة بهذا الاتجاه، بنزلها هون وهون، هي بعملها سكيلينج لحد ما أحصل النتيجة اللي بدي إياها. الإيد صارت مع الإيد، النص مع النص، والإيد مع الإيد. بحرك هاي الماتيريال شوي صغيرة لتحت، ممكن آسف لفوق، أعملها سكيل بهذا الاتجاه، خليها تستوعب الكنبايات. طيب صار عندي الشكل هيك مناسب. يعني احنا اللي عملناه بكل بساطة، اذا تبلبلي سميت الوجهين الاول 1 وهاد 2، بالماتيريال عندي هنا 1 لهاي، هاي لهاي، والتنين للتنين. بس بنفس الصورة اذا بدي اعمل يو في ماب، اليو في ماب فيه اشي اسمه ماب شانل، هاي ماب شانل 1، يعني بس بتعدل على اي ماتيريال الها الماب شانل من هنا 1. فهون انا اجيت عملت يو في ماب تاني، فبالتالي اذا بعملها 1 بدها تصير تعدل هون، لا انا بديها تعدل هون، بحكي انت تصير اسمك 2، بالتالي بدها تعدل، بالتالي بدها تعدل على اي ماتيريال الماب شانل لالها 2. فاجيت هنا وغيرت الماب شانل لهي الماتيريال وعملته 2، هيك صار الشغل عندي اسهل. باجي على التوب، بعدها بتأكد من الشغل عندي على الليفت، على الرايت هاي فرونت بهذا الاتجاه، برضه هون عندي الشغل صح، هون عندي على الفرونت. أنا جات هلا على الفرونت وعلى التوب. طيب بدنا نبلش نشف من التوب، بدنا نبلش نعمل شغلنا من التوب، نرسم بوكس بحجم ايد الكنباية، ندخلها لجوا شوي صغيرة، ناخذها على التوب، ندخلها بهاي الاتجاه، نعملها لحد هون ونكبر الحجم. نحولها لإيديتبل بولي، بعدها نمسك هاي النقاط نحركها شوي صغيرة لليمين تصير مناسبة نفس الأطوال. إذا بتطلع على الشكل نفسه، خليني أغير اللون، اللون أفتح ولون أفهى الشغل. إذا جيت هون اطلعت عندي على الكيرفز على الشكل، بلاقي في عندي كيرف، كيرف يعني هون في عندي منحنى مكان كورنر، أنا عندي بالشكل في كورنر، بالتالي إذا ضفت هون معامل تيربو سموث راح يطلع الشكل دائري،
فلازم احدد الشكل قبل ما اعطيه تيربو سموث. بعطيه اول اشي كونكت، اول تاني خلينا نعطي ثالث، نبحث المسافة بيناتهم، وهذا الاتجاه نعطي هدول رينج، بعديها كونكت. وهذا الاتجاه نعطيهم كونكت. خليه يجي عندي كونكت بفيس، نسحبها زي هيك. طيب هلا اذا جيت هلا عملت تيربو سموث ايتريشن 1 2 صار تقريبا مشابه. الكيرف عندي هون اضيق، بقدر اعمله بايدي يعني. نيجي على الرايت، انت لهون، تعالي هيك، تعالي هيك، هنا صارت عندي هيك القطع ولاتها موجودة. هلا إذا جيت خليني أخذ Alt زائد B لايك بوك. ليش بدي أعملها؟ كل ما زومت دخل جوا الشكل، هيك بس Alt زائد B Field of View عملته مثلا 5، صار بإمكاني أقرب على الشكل مسافة أكبر قبل ما يدخل جوا الشكل. هلا اذا جيت اعطيت تيربو سموث، بلاحظ الكيرف عندي صار اوسع. بقدر كمان امسك هذول النقاط كلياتهن على اللوب اللي لهم، وهاي اللوب اللي لها، اكبس كنترول اختار فيرتكس، او اجي من هون احكي له كونفرت تو فيرتكس، احكي لهم انتو سكيل خربن على بعض شوي. نيجي نمسك هذا الخط وهذا الخط، نختار اللوب كنترول 1، اقرب الفيرتكس شوي صغير، ابعدهم عن بعض هم هيك، بس على اساس اني اوسع الكيرف، صار عندي الكيرف بشكل اوسع واحلى. هلا بامكاننا نمسك، هلا نرجع على الاديت بالبولي، نمسك هاي الاوجه لانه طلع هون، نيجي على الصورة اسف على الريفرنس. في عندي هاي الفرزة، يعني هذا الشكل جاي كلياته ماشي، هاي الكيرف اللي احنا بدنا اياه، بعدها بيجي هذا الفيس في عندي فيه خط، خط زي هذا داخل جوا، بدنا نحاول نحصله بالشغل. امسك هاي الاوجه، ممكن اعملها انست، ادخل الى جوا 1 سنتي، هي اوكي. انت يا وجهي تعال اطلع لبرا شوي صغيرة، يعطي كمان انست تاني، انت اطلع عندي لبرا شوي صغيرة. ممكن اجي امسك هذا الوجه اختار اللوب اللي له، اعطيه هذا الوجه اكسترود، المسافة اللي بدي اياها يدخل لجوا، والمسافة اللي بدي اياها هذا الخط يعمل اكسترود يبعدوا عن بعض. احكي له انتي 0.002، طيب ماشي مناسبة، انتي 0.0025، ماشي انتي صغيرة، خلينا نعطيك مثلا 0.005، هيك مناسبة، 0.002 اتوقع هيك صارت برضو التانية مناسبة. وهذا الخط اللي احنا كنا ماسكينه ممكن اعطيه شانفر خفيف، اكيد مش 1 متر، مسافة زي هيك. هلأ بقدر امسك هذا الوجه كلياته اعطيه تربو سموث، الاحظ انه صار في عندي الشكل كلياته احلى. ممكن امسك هاي الخطوط وادخلها شوي صغيرة لجوا، بالمقابل امسك هذا الوجه كمان ادخله لجوا مشان ما يكون مبالغ فيه، اعطيه تربو سموث، بلاحظ انه الشكل صار عندي احلى وارتب. هلا عادة بهاي المنطقة بحطوا فيها خط، خليني امسك انا هون عندي، نمسك هاي نعطي الرينك اللي لإله، نعطي انت خذ لي كونكت بخط واحد، اعطيناه كونكت بخط واحد. هذا الخط بدي اعطيه كرييت شيب فروم سيلكشن لينير، اوكي. نيجي من هنا الشكل عادي، اجي امسك هذا الخط احكي له انت انيبل انيبل، اكيد مش 1 متر مقطع الراديال، خلينا نحكي هاي هي المسافة،
هلا اول اشي بدي اعطيه افكت بيفوت سنتر عشان السنتر يكون له هون مناسب. ممكن خلينا نجرب تجربة صغيرة، احنا بنشتغل هون نجرب نعطيه سموث، هذا الخط احنا ماسكينه كرييت شيب نعطيه سموث، نعطيه هلا هيك نرجع نمسك الخط كمان مرة نحكي له تخلي هون هون صار في عندي هذا الخط موجود بالخط على هاي المنطقة، سكر هاي الفراغات، نمسك هذا الخط ممكن نعطيه انت تال 0.005 اف زي هيك حلوة، احكي انت تصير عندي كخط بدي صغر هاي، خليني اجي على الفرونت لإله